كمان اتحاد الكرة احمد، يمكن خلاص يعني حضراتكم عارفين انه اتحاد الكرة وافق على تأجيل مباراة سيراميكا ومباراة وادي دجلة مع طبعا النادي الاهلي الفترة اللي جاية. المفروض المباراتين دول كانوا هيبقوا الشهر ده، ولكن تم تأجيلهم، لسه ما تحددش الميعاد، ولكن هيكون يعني وقت الاولمبياد، يعني وقت ما يكون الحقيقة في مباريات او معسكر وقت الاولمبياد. وكان اتحاد الكرة لما حط الجدول قال انه لو حد عايز يأجل مبارياته أو أي فريق عايز يأجل مبارياته مفيش مشكلة، بس المباريات دي هتلعب وقت الأولمبياد. النادي الأهلي حقيقة وافق، ما عندوش مشكلة في ده، وبالرغم أنه هو هيخسر يعني يمكن ستة من أفضل اللعيبة عنده. إحنا بنتكلم على طاهر وبيكم ونصر ماهر وصلاح محسن وأكرم توفيق طبعا، فبنتكلم على عدد من اللعيبة المهمة جدا والعناصر الأساسية جدا في النادي الأهلي. حتى لو منهم كتير بيبقى احتياطي، لكن أنت عندك طاهر من اللعيبة الأساسية، عندك طبعا أكرم توفيق من أفضل الديفندرز في الدوري المصري بشكل عام، مش بس في النادي الأهلي، عندك كتير من اللعيبة. حتى المباراة اللي فاتت يمكن بدأ كمان أساسي ببعض اللعيبة دي، لكن ده كان حاصل في سبيل أنه النادي الأهلي في ضغط مباريات كبير قوي. احنا مش بنتكلم على ضغط المباريات دي بنقدم مبرر لاي حاجه، ده مش طبيعي ومش بيحصل في اي او لاي فريق في العالم. فانت بتتكلم انه في سبيل ان انت تروح مباراه كاس السوبر مرتاح شويه، لانه اساسا انت مطلوب منك انك تروح بدري، لان في مسحه طبيه وفي نظام الفقاعه. لو حضراتكم تفتكروا وقت كاس العالم للانديه كانت اللعيبه برده في نظام الفقاعه، ده مهمه جدا ان النادي الاهلي يروح مباراه زي دي او بطوله زي دي مرتاح، لان انت بتلعب ماتش على بطوله. فبالتالي احنا وافقنا ان احنا نلعب في الوقت ده من غير عدد كبير من اللعيبه في الوقت اللي فيه كميه الاصابات دي، علشان بس نقدر ان احنا نريح اللعيبه. فانا بحاول اقول لحضراتكم الموقف علشان كمان نبقى نخف شويه انتقاد. يعني انا عارفه انه دايما بقولها، وعارفه قد ايه انه جماهير النادي الاهلي عندها فكره المكسب دايما، وانه بيتضايقوا لو حسوا ان في شويه تاثير او ان الماتش كان في ايدينا ان احنا نكسبه. ولكن برضو احنا لازم نشوف الظروف، لازم نشوف. حتى لو المدير الفني بيطلع يقول انا متحمل المسؤوليه وانا مش هاخد فكره الاجهاد كانه احنا يعني انه مبرر ان احنا تعادلنا او غيره، لكن احنا كمان لازم نكون واخدين بالنا قد ايه صعب قوي ان احنا بنلعب كل يومين وكل ثلاث ايام ماتش. انا والله ما ببقاش مصدقه اللي هو النادي الاهلي يلعب النهارده، هو مش كان لسه بيلعب اول امبارح؟ الموضوع صعب ومجهد جدا، وكمان في شهر رمضان الكريم قد ايه كل ده صعب جدا. فلازم بس ان احنا نبقى دايما في ظهر فريقنا ونخف كمان انتقاد شويه. انا مع ان الناس تنتقد، يعني مش هتقدري تمنعي الجمهور ما ينتقدش. انا بس ضد فكره الضغط، يعني في وقت من الاوقات الضغط ده ممكن يجيب رد فعل سلبي. ما انا اتضايقت، ما انا وانا قاعد بتفرج بتضايق، ولما بيبقى في غلطه من اللعيب بتضايق اكتر، يعني طبيعي جدا بصفتي واحد من جماهير النادي. لكن في المجمل لازم نعرف برضو ازاي، امتى نضغط بشكل كبير وامتى نسند بشكل كبير. الوقت ده وقت مسانده، انا عارف انكم ممكن تبقوا زعلانين على انه في نقطتين ضاعوا في مشوار المنافسه على البطوله، لكن ده شيء وارد جدا. حتى ولو كان الاهلي بيلعب مش مضغوط، وحتى لو كان الاهلي بيلعب مكتمل الصفوف، لكن لابد ان احنا نراعي برضو في وقت من الاوقات انه الفرقه عليها ضغوط شديده جدا، مش محتاجه من جماهيرها انها تعمل ضغط اضافي او تعمل عبء اضافي عليها. مش راضيين عن النتيجه طبعا، مفيش اهلاوي راضي عن النتيجه، وكل اهلاويه كل مباراه ايا كانت الظروف والمبررات عايزين يخشوا كل ماتش وكل بطوله يكسبوها، ده شيء طبيعي جدا. لكن الجمهور اللي ما يسندش وقت الزنقه وقت الصعوبات وقت الازمات يبقى مش جمهور، يبقى يعني انا بعتبر الجمهور الحقيقي الجمهور المخلص واللي تعودنا طول عمرنا من جماهير النادي الاهلي العظيمه هي اللي بتقف مع فرقتها وقت الصعوبات وقت الشده. وده وقت شده لانه الفرقه غايبه عنها فرقه كامله، والفرقه بتلعب ماتش تقريبا كل يومين، احنا في ست ايام لاعبين ثلاث ماتشات، وفي ال10 او ال12 يوم اللي جايين هنلعب اربع ماتشات، اتنين منهم بره ارضنا، يعني فيهم سفر ذهاب وعوده، نرجع من ماتشين في المحله وفي اسكندريه عشان نلعب مع الزمالك، والزمالك زي ما حضراتكم عارفين منافس رئيسي للنادي الاهلي، وخصوصا بعد خسارته من النادي الاهلي في المباراه الاخيره 2-1 هيبقى عنده رغبه شديده جدا في التعويض، وشايف ان ظروف المنافس بتاعه تسمح له بان هو ينقض عليه. انا بكلم حضراتكم بمنتهى الصراحه، فبالتاكيد هتبقى كمان مباراه صعبه. والاهم من ده كله، سيبكم بقى من الدوري، وده اللي انا شايل همه بجد وده اللي انا بفكر فيه بجد، هنعمل ايه في افريقيا؟ مستر موسيماني بيجهز لمواجهه سان داونز ازاي؟ سان داونز السنه دي فرقه محترمه جدا، وانا بشوفها يمكن حتى افضل من الوداد والترجي، ممكن يكونوا الاربعه دول مع او الثلاثه دول مع الاهلي المنافسين الرئيسيين على لقب البطوله.
هنلعب معاهم يوم 15. مستر موسيماني بالتاكيد يعني انا عارف انه الاهلي بياخد ماتش بماتش وما بيفكرش في الماتشات اللي جايه، بس هو بالتاكيد من دلوقتي بيفكر في ماتش سان داونز، وبالتاكيد بيحاول يجهز لاعيبته اللي ممكن كتير منهم يبقى مجهد بشكل كبير جدا، وده الدور اللي انا كنت بتكلم فيه ومنتظر الحقيقه من اتحاد الكره انه يخفف شويه او يحاول يساعد شويه بطل مصر وبطل افريقيا في مهمته الافريقيه. مش بتكلم كده عشان يساعدنا في ان احنا نحسم نقاط الدوري، لكن يبقى في ميزان عادل حتى في توزيع المباريات، بحيث ان الاهلي كان ممكن جدا يلعب مباراتين اللي جايين في الجولتين اللي جايين في القاهره وتتاجل المباريات اللي في الخارج في وقت تاني، لكن ده للاسف شديد جدا ما حصلش. على كل الاحوال الاهلي بمن حضر دي مقوله احنا جربناها وتعلمنا من وراها دروس كتيره جدا. وبمناسبه الاهلي بمن حضر، وده مش رايي لوحدي، راي كتير من جماهير الاهلاويه، غاب معلول وغاب أيمن أشرف وغاب وحيد وظهر كوكا. كوكا الحقيقة حظى بإشادة كبيرة جدا من جماهير النادي الأهلي في خلال فترة بسيطة جدا من ظهوره لاعب ناشئ، لكنه يتمتع بشخصية كبيرة جدا، قدم المطلوب منه أعتقد يا سارة يمكن حتى في استطلاعات الرأي وفي اختيارات الجماهير النادي الأهلي معانا كان كوكا حاضر بشكل كبير.